السلام عليكم يا شباب، اهلا بكم في قناه مستر وائل للبيولوجي. ابنائي وبناتي طلبه الصف الاول الثانوي الترم الثاني، كنا بناخد في يونت 4 كلاسيفيكيشن اوف ليفنج اورجانيزم، وعرفنا ان العالم وايت تيكر هو اللي حط المودرن سيستم فور كلاسيفيكيشن اوف ليفنج اورجانيزم، وفي الليفنج اورجانيزم اتقسمت الى 5 كينجدم. خدنا اول 4 كينجدم: كينجدم مونيرا، كينجدم بروتيستا، كينجدم فانجاي، اند كينجدم بلانتي. فاضل لنا كينجدم انيماليا، ودي اخر كينجدم وهي الهيد اوف ليفنج اورجانيزم، هي الادفانسد ليفنج اورجانيزم اللي موجودين فيها. وعلشان هي كينجدم كبيره فيها 9 فيلا هناخدها على طول اسود، اول لسن هناخد اول 8 فيلا، ويتفضل لنا فيلا كورداتا اللي هناخدها ان شاء الله في لسن 2. اتمنى ان شاء الله تكون كينجدم سهله علينا ونقدر نميز بين الفيلا المختلفه اللي فيها. اوكي يا شباب، تعالوا نشوف بقى الجنرال كاركترستيك اوف كينجدم انيماليا. الاستراكشر، طبعا كل اللي موجود في الليفنج من الليفنج اورجانيزم في كينجدم انيماليا هم مالتي سيلولار ليفنج اورجانيزم، وطبعا كلهم ايوكاريوت. طب نشوف اللوكوموشن. اللوكوموشن كلنا عارفين ان الانيمال كينجدم هاز ابيليتي تو موف فروم وان بليس تو انذر، دي حاجه بتميز كل الانيمالز. طيب تعال نشوف ريسبوندينج تو ستيمولاي. الحقيقه بقى كل الكينجدم انيماليا من اول فيلا فيها لغايه فيلا الاخير اللي فيها هنشوف ان كلهم ريسبوند تو اكسترنال ستيمولاي، وليهم رياكشن بيتاخد according to stimuli in the environment، وليهم response عليه، صح كده؟ يبقى they have the ability to respond rapidly to the external stimuli اللي موجود في surrounding environment. الريبرودكشن، طبعا معظمهم ريبروديوس سيكسولي، هنشوف منهم من هو ريبروديوس اسيكسولي، زي مثلا حاجات ريبروديوس باي ريجينريشن، حاجات ريبروديوس باي بادينج، ولكن انا بتكلم عن الميجوريتي طبعا منهم ريبروديوس سيكسولي. كينجدم انيماليا اتقسمت الى انفرتبريت وفرتبريت. انفرتبريت يا شباب هم اول 8 فيلا. الفرتبريتس هي الفيلا الاخيره. انفرتبريتس يعني ما فيهمش فيرتبرال كولن، فيرتبريتس يعني هاف فيرتبرال كولن تو سبورت الايه السباينال كورد بتاعهم، صح يا شباب؟ يبقى فيلم او فيلا اوف كينجدم انيماليا ديفايدد انتو تو جروبس: انفرتبريت زي دونت كونتين فيرتبرال كولن، والفيرتبريت اللي هم كونتين الفيرتبرال كولن انسايد زير بودي تو بروتكت زير سباينال كورد. طيب كينجدم انيماليا اتقسمت الى 9 فيلا ديبندنج اون ايه؟ ديبندنج اون ذا كومبلكستي ديجري اوف ذا بودي. اول فيلا هي اقل كومبلكستي، واخر فيلا هي الكومبليكيتد ليفنج اورجانيزم، تمام يا شباب؟ طيب نشوف هم ال 9 فيلا اللي احنا هندرسهم دول: فيلم بروفيرا، فيلم نايديريا السي سايلنت يا شباب، فيلم بلاتي المنسز، فيلم نيماتودا، فيلم انيليدا، فيلم ارثروبودا، ودي فيها 4 كلاسز: كلاس كراستيشيا، وكلاس اراكنيدا، وكلاس انسكتا، وكلاس ميوريابود، فيلم مولاسكا، فيلم ايكينوديرماتا، اند فيلم كورداتا. دي اللي هناخدها اللسن الجاي، فانا مش عايز اتكلم على فيلم كورداتا دلوقتي عشان نركز بس في اول 8 فيلا. نرجع تاني كده لاول 8 فيلا ونحاول نجد علاقه كده بينهم، او نعمل برين ستورمنج كده ليهم قبل ما نخش في كل واحد فيهم بالتفصيل. فيلم بروفرا يا شباب واضح من اسمها كده ان الليفنج اورجانيزم اللي فيها بور زي ايه؟ زي الاسبونج. فيلم نايديريا دي احنا سميناها نايديريا عشان في السيلز بتاعتها او البادي بتاعتها في سيلز اسمها نايدروسايد. النايدروسايد دي ليها كده زي ما تقول فيلمنت كده بتعمل بيها ايه؟ سيلف ديفنس، وبتعمل بيها بريديشن للبري بتاعها. زي مين؟ زي الاوريليا ده اللي هو قنديل البحر، زي السي انمون اللي هم شقائق النعمان، زي ليفنج اورجانيزم تاني اسمه هايدرا. طيب فيلم رقم 3 ورقم 4 ورقم 5، الثلاثه دول وورمز، ديدان يا شباب. الفرق بينهم ايه بقى؟ فيلم بلاتي هيلمنسز دي الفلات وورمز، اوكي يا شباب. فيلم نيماتودا دي الراوند وورمز. فيلم انيليدا دي بنسميها السيجمنتد وورمز او الرينج وورمز. هنعرف اكزامبل لكل واحد فيها بالتفصيل، بس عايزكم تعرفوا ان فيلم 3 وفيلم 4 وفيلم 5 دول الوورمز عموما. طيب فيلم ارثروبودا، الارثروبودا دول بيتميزوا ان ليهم اولا اكزو سكيلتون، قشره خارجيه كده بتحمي الليفنج اورجانيزم، وليهم نمبر اوف جوينتد ابندج، ليهم زوايد كده
حسب بقى كل كلاس هنشوف الابندج اللي فيه كده عامله ازاي، وكم بيرز اوف مثلا ليجز، وكم بيرز اوف انتنا، وكم بيرز اوف وينجز، هنشوفها لما نخش. المهم الحاجه اللي تميزها كده او تميز الفيلم ارثروبودا ان ليهم اكزو سكيلتون. اوكي يا شباب، طيب فيلم مولاسكا، وهم اسمهم بالعربي مولاسكا. مولاسكا دول يا شباب زي ايه؟ زي الاوكتوبوس، وزي السي اويستر اللي هو المحار، وزي الديزرد سنيل اللي هو مش عارف اسمه بالعربي ايه الحقيقه. تمام كده. طيب فيلم ايكينو ديرماتا دي فيلم الشوكيات، الليفنج اورجانيزم دول البادي بتاعهم بيبقى فيه شوك من بره، زي السي اورشين، زي هنشوف بالصور وهتعرفوهم اللي مش عارف السي اورشين، زي السي ستار ها اللي هو نجم البحر ده كلكم عارفينه. تمام كده، زي السي كيوكمبر اللي هو خيار البحر. اوكي، وفيلم كورداتا قلنا دي هنأجلها لليسن 2. تمام يا شباب، طيب نبدأ بقى فيلم فيلم كده، كلمتين بسيط عن كل واحد. طيب فيلم بروفيرا دي اول فيلة موجودة في الانيمال كينجدم، وبالتالي هتلاقوها ذا موست سيمبل ليفينج اورجانيزم موجود في كينجدم انيماليا. الاكزامبل مين؟ الاكزامبل بتاعي سبونج انيمال. طيب تعالوا نشوف بس كده قبل ما نقرا الكلام ده ونتوه، تعالوا نشوف كده ونفكر مع بعض. الاسبونج يا شباب كلنا عارفينه، السفنج اللي معمول منه حاجات كتير في بيوتنا، احنا واخدينه من الاسبونج انيمال. طب لو شفنا الاسبونج ده عايش فين؟ غالبا بيكون عايش في السي او في الاي او في الاوشن، عايش في السولت ووتر يعني، وفيو اوف ذم ليف ان فريش ووتر، معظمهم عايش في السولتي ووتر. طيب كلنا عارفين ان الاسبونج ده ما بيتحركش، ده اتاتشد للايه؟ للروكس، بتلاقيه اتاتشد كده للروكس اللي موجوده في الايه؟ في الفلور بتاع السي او بتاع الاوشن، يعني ما بيتحركش. لا ما بيتحركش. طب ليه انت لسه قايل يا مستر ان الكينجدم انيمالي عندهم الابيليتي تو موف فروم بليس تو بليس؟ طب يبقى ده ما نحطوش احنا بقى في الايه؟ في الانيمال كينجدم. اقول لك لا، نحطه في الانيمال كينجدم، ما نقدرش نحطه في بلانت كينجدم مثلا. طب ليه؟ مش هو ما بيتحركش واتاتشد للروكس، ما نحطه تبع البلانت. اقول لك اولا ده هاف نو سيل وول، وانت عارف ان البلانت ده سيل وول لازم يكون ليه سيل وول، فبالتالي انا ما اقدرش احطه في البلانت كينجدم. طيب زي ار مالتي سيلولر، ما اقدرش احطه لك مثلا في البروتيستا ولا في المونيرا وهيتيروتروفيك. طيب وكمان كونتين فيو سبيشالايزد سيل، فبالتالي ده اول ليفنج اورجانيزم انا هحطه في الانيمال كينجدم. تمام تمام، هتلاقيهم بيعيشوا بقى يا انديفيدوالي كده يا ان كولوني مستعمره كده من الاسبونج. طب احنا سميناهم بقى بروفيرا ليه؟ لان البادي بتاعهم هول وفاضي من جوه اهو، صح كده؟ في فتحه اهي زي ما انتم شايفين، تقدروا تقولوا حاجه زي الماوس كده اسمها اوسكلام، والبادي بتاعه سبورتد باي سبيكيولز او فايبر او الاثنين مع بعض، يعني في دعامات كده عشان يبقى واقف كده زي ما انتم شايفين. وشكل البادي زي ما انتم شايفين نقدر نقول ايه؟ تيوب شيب او فاس شيب، صح كده؟ طيب يا ترى السكس عامل ازاي؟ سيبريتد ولا هيرمافرودايت؟ لا، الميجوريتي منهم هيرمافرودايت. تمام كده. طب ريبروديوس ازاي؟ ريبروديوس سيكسوالي واسيكسوالي. طب في انواع كتير من الاسيكسوال ريبرودكشن، سيكسوالي ما فيش غير الجاميت اللي احنا نعرفها، صح كده؟ طب اسيكسوالي بقى عندي حاجات كتير، ده ريبروديوس اسيكسوالي باي ايه؟ باي بادنج او باي ريجينريشن. اظن يا شباب كلمتين بسيط جدا عرفنا بيها شويه معلومات مش كتيره عن السبونج انيمال وفيلم بروفيرا. نقرا الكلمتين دول مع بعض. طيب هنتكلم على الفيلم بروفيرا، مود اوف ليفنج، بقول لك موست اوف ذم ليف ان اوشن اند سي، وفيو اوف ذم ليف ان اي فريش ووتر، كده كده دول عايشين في الووتر. يا اما بقى انديفيدوالي او سوليتري، يعني مفرده كل ليفنج اورجانيزم لوحده، او تلاقيهم عايشين في ايه؟ في كولوني، في مستعمره، شويه سبونج كده انيمالز عايشين مع بعض، صح كده؟ طب اللوكوموشن دول ايه؟ موبايل ما بيتحركوش، دول ليف اتاتش تو روكس اوف اي اوف فلور اوف اوشن اند سي، صح كده؟ طب لو سمحت بقى ادام هم ايم موبايل ما تحطهم ليش في انيمال كينجدم؟ اقول لك لا، نوت اهي، السبونج ار كلاسيفايد از اني از انيمال. ليه؟ زوزي ار ام موبايل ليه؟ عشان هم مالتي سيلولار ليفنج اورجانيزم وهيتيروتروفيك، وكمان هاف نو سيل وول، فانا مش قادر احطهم لك في بلانت كينجدم مثلا، وزي كونتين فيو سبيشالايزد سيل، فعشان كده هم اقرب ان هم يتحطوا للانيمال كينجدم عن اي كينجدم تاني. طيب نشوف البادي بتاعهم،
سيمبل ستراكشر، حاجه سيمبل، احنا لسه في اول فيلم في كينجدم انيماليا، فاحنا طبعا ذا موست سيمبلست انيمال، تمام كده. اند اسيمتريك، يعني ايه سيمتريك يا شباب؟ ليفنج اورجانيزم واسيمتريك ليفنج اورجانيزم. الليفنج اورجانيزم اللي انا لو خدت فيه خط معين يفصل الليفنج اورجانيزم ده لتو سيميلر هافز او تو كونكرنت هافز زي ما احنا بناخد في الماس، اسمي الليفنج اورجانيزم ده سيمتريك. هنا بقى مفيش الخط اللي انا بقول عليه ده اللي يقسم الليفنج اورجانيزم لتو كونكرنت هاف، وبالتالي هسميه اسيمتريك ليفنج اورجانيزم. طيب اتس شيب ار فاريد، اشكالهم مختلفه، ممكن الايتيوبولر شيب هو عامل زي التيوب، وممكن حد يقول لي عليه فاز شيب، شكل الفاز، اقول له ماشي اوكي تمام كده. اتس هولو، الليفنج اورجانيزم ده فاضي من جوه، وكمان في ميني بورز اهم، تمام كده. طيب الوول بتاعته، الوول دي سبورتد بحاجه عشان تبقى واقفه كده زي ما انتم شايفين، يبقى الوول اتس وول سبورتد باي سكيلتون اوف ايه بقى؟ اوف سبيكيولز، حاجه كده زي ما تقول شوك صغير كده، او فايبرس تيشو، او بوث اوف ذم سبيكيولز مع فايبرس تيشو. وايت كونتين ميني بورز، في ثرام كتيره وكانالز، عشان كده سميتهم ايه؟ بروفيرا، تمام يا شباب؟ تمام، زير بور سبونج ار نون اس بروفيرانس، تمام؟ عشان في بورز كتير وفي كانالز كتير. طيب اتس كافيتي اوبن تو اوتسايد ذا بادي، اهو البادي بتاعه اهو الكافيتي بتاعه ده مفتوح بره اهو، على ايه؟ على 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 الانفايرمنت اللي عايش فيها باوبننج اهو زي ما انتم شايفين، هنسميها ايه؟ هنسميها اوسكلم. اوكي يا شباب، يبقى اتس كافيتي اوبن تو اوتسايد باي لارج توب اوبننج، فتحه كده في قمه الليفنج اورجانيزم اسمها ايه؟ اسمها اوسكلم. السكس عامل ازاي؟ احنا كل ما نتقدم في الفيله بتاعت الانيمال كينجدم هنلاقي ان السكس بيتحول من حاجه سيمبل كده، الميل والفيميل مع بعض اللي بنسميها هيرموفرودايت، لايه؟ اللي سيبريتد سكس، الميل لوحده والفيميل لوحده. فاحنا لسه بما ان احنا في اول فيله، فهتلاقي السكس هنا ايه؟ ذا ميجوريتي ار هيرموفرودايت، الميل والفيميل مع بعض في نفس الليفنج اورجانيزم. اوكي يا شباب. طيب الريبرودكشن، ما انت بتقول لي عندهم ميل وفيميل هم، يبقى زي ريبروديوس سيكسولي طبعا باي جاميت فورميشن، الميل جاميت هتتعمل والفيميل جاميت هتتعمل، وهيعملوا ايه؟ فيرتلايزيشن، ويعملوا لك نيو انديفيدوال. بس برضو ربنا اداهم الابيليتي ان هم ريبروديوس اسيكسولي بطريقتين، طريقه البادنج يطلع بض كده لاترال بلج كده من الليفنج اورجانيزم وينمو تو ايه؟ تو نيو سبونج، او ريبروديوس باي ريجينريشن، لو جه الليفنج اورجانيزم ده اتقطع منه حته، الحته دي ريجنريتد، والحته اللي اتقطعت دي تعمل لك ايه؟ نيو ليفنج اورجانيزم طبعا اندر سيرتن كونديشن. نتكلم بعد كده على فيلم نايديريا. الاكزامبل اللي عندي مين؟ نشوف الصور الاول. الاكزامبل الهايدرا والاوريليا والسي انيمون. السي انيمون ده بالعربي كده اسمه شقائق النعمان، الاوريليا دي اللي هي بالعربي كده قنديل البحر، الهايدرا بالعربي هي هايدرا. إلا لو كان حد يعرف فيها اسم تاني مش هنختلف كتير. طيب تعالوا نتكلم كده شوية نوليدج كده على نايديريا، وسميناها نايديريا ليه؟ طيب النايديريا كده بص عليها هتلاقيها راديال سيمتريكال. يعني إيه بقى راديال سيمتريكال يا شباب؟ يعني لو خدت خط كده زي ما أنا مشيت بالماوس هيقسم الليفنج أورجانيزم ده لتو كونكرنت هاف. طب لف الليفنج أورجانيزم ده شوية وخد خط تاني هتلاقيه برضو الخط التاني ده قسم الليفنج أورجانيزم، بما إن هو سلندريكال شيب كده، فأنا عندي انفاينت نمبر اوف اكسس اوف سيمتري، فعشان كده بقول على الليفنج اورجانيزم ده اسمه راديال سيمتريكال، يعني عنده كتير من الاكسس اوف سيمتري اللي تقدر تاخده وتقسم الليفنج اورجانيزم ده لتو كونكرنت هاف، عشان في حاجه اسمها بعد كده هنشوفها بايلاترال سيمتريكال. يعني ايه؟ يعني هو خط واحد كده الاكسس اوف سيمتري للليفنج اورجانيزم ده، انما انا هنا في الحاله بتاعت النايديريا دي عندي ميني اكسس اوف سيمتري، عندي اكسس اوف سيمتري كتير. تمام، حلو جدا. طيب المود بليفنج عايشين فين؟ دول بيعيشوا برضه في الووتر، هتلاقي ذا ميجوريتي ار مارين انيمالز عايشين في سولتي ووتر اهو. هو وير زي جليب انديفيديوالي، يا اما فرادة يا اما ان كولوني، بس كده كده هم عايشين في الووتر او سولتي ووتر، عشان كده هم اكواتيك انيمال. البادي بقول لك ات هاز راديال سيمتريكال، ما عندهمش هيد انما عندهم ماوس اهو شايفينه، والماوس ده سراوندد باي ابندج، زوايد اهو زي ما انتم شايفينها، والزوايد دي زي ما انتم شايفين عليها بروتروجنز نتوءات اهي، صح كده؟ اسمها ايه بقى الابندج دي؟ اسمها تنتكلز، صح كده؟ يبقى حوالين الماوس في بروتروجنز كده واكستنشنز كده اسمهم ايه؟ اسمهم تنتكلز. يبقى هو بقول لك اهو ات هاز ماوس ذات سراوندد باي ابندج، بعض الزيادات او الزوائد كده وبروتروجن وبعض الحاجات اللي طالعه منها كده او اكستنشن،
اسمها ايه؟ اسمها تنتكلز. طيب ايت هاز ا كافيتي كولد جاسترو فاسكولار كافيتي، حاجه كده زي ما تقدر تقول مثلا الجاسترو انتستاينال تراكت بتاعنا، اوكي؟ هتدخل الفود من هنا كده ويحصل له بقى ايه؟ دايجيشن جوه وتاخد الفود بتاعها اللي هي عايزاه. يبقى عندها الماوس بتاعها ده بيأديها جوه كده الى كافيتي، اسمه ايه الكافيتي ده؟ اسمه جاسترو فاسكولار كافيتي. طيب ايت بروفايد ويز، عشان كده احنا سميناها نيديريا. ايت بروفايد ويز ايه بقى؟ وبالذات كمان في التنتكل دي، باي ستيجنج سيلز، يعني خلايا صياده. سميناها ايه باللاتيني بقى؟ سميناها نايدو سايتس، عشان كده سميتهم فيلم نيديريا، اوكي؟ طيب تعالوا نشوف النايدرو سايت دي هنعمل بيها ايه. اتس سيل ار ارينجد ان تو روز اوف تيشو. بص السيلز بتاعتها اهي تو روز، انا خدت حته من التنتكل دي وبكبرها لك تحت الميكروسكوب، تمام كده؟ فبص كده السيلز متقسمه الى تو روز، هم صفين. بص بالذات اكسترنال رو، الصف الخارجي، هتلاقي فيه سيلز كده اسمها ستيجنج سيلز او باللاتيني اسمها نايدروسايت، زي ما تقول كده ليها فيلمنت اهو زي ما انت شايف كده، بتستخدمها فور سيلف ديفنس، تدافع عن نفسها او تعمل بريديشن للايه؟ للبري بتاعتها عشان تاكل دي، تمام كده؟ يبقى بقول لك السيلز ار ارينجد ان تو لايرز اوف تيشو، هو ذا اوتر لاير كونتين نايدوسايتس، اوكي؟ اللي هي ايه النايدوسايت دي؟ اللي هي ستيجنج سيلز، الخلايا الصياده اهو، ستيجنج سيلز. ويتش ار فاوند ان بلنتي، موجوده بغزاره كده فين؟ في التنتكلز بتاعتها، تمام؟ فور تعمل بيها ايه بقى الليفنج اورجانيزم دي؟ تعمل بيها سيلف ديفنس او تعمل بيها بريديشن، او يعني بمعنى اخر كابتشرنج البري بتاعتها، تصطاد الفريسه بتاعتها. وادي الثلاثه اكزامبل اللي احنا لسه قايلين، تمام كده؟ طب سؤال كده عشان تو تشيك اور اندرستاندينج، تشوز ذا كوريكت انسر. اولزو هايدرا اند بريد مولد فانجس ار هيتيروتروفيك. الهايدرا ده من فيلم نيديريا في الانيمال كينجدم، والبريد مولد فانجس ده تبع الايه؟ تبع كينجدم فانجاي في ديفيجن بتاع الزيجوميكوتا، لو احنا فاكرين طبعا، ولازم نكون فاكرين يا شباب. طب الاثنين دول هيتيروتروفيك. طب الهيدرا بقى is characterized by getting its food through parasitism ولا بريديشن ولا سبروفيتيزم ولا سيمبيوزيس؟ كلكم لسه عارفين ان الهيدرا دي عندها نايدوسايدز اللي بتعمل سيلف ديفنس وبتعمل بريديشن للبري بتاعتها، فالاجابه بتاخد الفود بتاعها عن طريق البريديشن. طيب نخش في الثري فيلا اللي هم فيلم الورمز. الفيلم نمبر 3 يا شباب البلاتي هيلمنسز، والفيلم نمبر 4 فيلم نيماتودا، والفيلم نمبر 5 فيلم انيليدا. الثلاثه دول هم وورمز. الفرق بينهم ان كل فيله بتبقى مور ادفانسد عن الفيله اللي قبليها. نبدا بالفيله الاولى في الورمز اللي هي فيلم نمبر 3 بلاتي هيلمنسز، دول اللي هم الفلات وورم، الديدان المفلطحه، نحس ان هم مبططه كده هفلات. ها مين الاكزامبل اللي عندي؟ عندي بلناريا وورم، وعندي تاب وورم، وعندي بالهرسيا وورم، تمام يا شباب؟ دول الثلاثة اكزامبل اللي عندي. طب مود اوف ليفنج، كل ما الليفنج اورجانيزم في الورمز او في اي فيلم يعني يبقى مور ادفانسد، كل ما يعتمد على نفسه اكتر ويبقى فري ليفنج اكتر، وبالتالي ابقى دام البلاتي هيلمنسز هي اول فيلم في الورم، فهقول عليهم ايه؟ هم بارازيتك. فبقول لك ذا ميجوريتي ار بارازيتك، وكمان اون تو هوست، تمام كده؟ اند فيو اوف ذيم ار فري ليفنج. البادي تحس ان في هيد، اهي تحس ان في هيد ليها اهي، يبقى ايت هاز هيد. It is flat، عشان كده سميتها flat worm and they are called flat worm. البادي بتاعهم بيتكون من 3 layers اسمهم تريبلو بلاستيك. تريبلو يعني جاي من تريبل اهو، يعني جاي من ثلاثة يعني، يبقى تريبلو بلاستيك. And it is bilateral symmetrical. اتفقنا يعني ايه bilateral symmetrical؟ يعني في خط واحد بس اللي بيقدر يقسم الليفنج اورجانيزم ده لتو كونكرنت هافز، تمام يا شباب؟ يبقى البلاتي هيلمنسز هم bilateral symmetrical. السكس احنا لسه ايه؟ لسه ما بقيناش متطورين قوي، فبقول لك الماجوريتي ار هيرمافرودايت، وفيو منهم ار يونيسكسوال، عشان بعد كده هنلاقي ان احنا يونيسكسوال على طول، الميل لوحده والفيميل لوحده، انما احنا هنا ما زلنا الماجوريتي بتاعتنا هيرمافرودايت. اوكي، نتكلم على فيلم نيماتودا او الراوند وورم، شكلها دائري، اوكي؟ طيب الاكزامبل اللي عندي، بص تحس انها دايره كده، ها؟ الاكزامبل اللي عندي اسكاريز وورم وفيلاريا وورم. اوكي طيب تعالوا نتكلم كلمتين عنهم كده. المود اوف ليفنج احنا دخلنا دلوقتي ايه؟ بقينا مور ادفانسد، فهنلاقي اكترنا فري ليفنج اهو. مود اوف ليفنج زي ليف ان اول انفايرمنت، ممكن نلاقيهم في الووتر، ممكن نلاقيهم في السويل، ممكن نلاقيهم في انفايرمنت كتيره. هو
there some of them are free living in water or mud and the other parasites or other parasites the human وانيمال وبلانت. اوكي منهم من هو free living ودول اكتر شوية, ومنهم من هو parasitic. صح كده تمام. البادي شايفين البادي عامل ازاي, تحس ان هو cylindrical عشان كده سميتهم round worm. وعنده tapered end, بص كده الاند ده والاند ده تحس ان هم مسحوبين كده ومدببين تمام كده, يبقى عنده tapered end at its two end اهو. and unsegmented عشان هنشوف في فيلم انيليدا البادي عبارة عن segment ورا بعض, ده مفيش segment, هو cylindrical body هو كله على بعضه with two tapered. صح كده زي الفيلم اللي فاتت بالظبط. البادي بتاعها consist of three layer اللي هو تيبروبلاستيك and bilateral symmetrical زي اللي فاتوا بالظبط تمام. طيب هنا بقى دخلنا في more advanced living organism, عنده elementary canal begin with opening and end with opening اللي هي الماوس يعني and end with opening اللي هي الانس. اوكي اهي it has elementary canal with two opening بادئين بفتحة اسمها الماوس ومنتهيين بفتحة اسمها الانس. تحس ان احنا بدأنا نبقى ايه more complicated living organism. هو عندنا نقدر نقول مش قادر اقول طبعا digestive system بس هو داخلين في سكة digestive system اهو. طيب its size ranged from microscopic يعني ما بتتشافش غير بالميكروسكوب to what may reach more than 1 meter in length يعني ممكن طولها من اول microscopic ما بتتشافش بالعين المجردة لغاية اكتر من متر في اللينس بتاعها. طيب السكس بقى هنا سيباريتد خلاص ما فيش هيرمافرودايت بقى ها يوني سيكسوال. اوكي يعني الميل لوحده والفيميل لوحده. انريتشد انفورميشن معلومة اضافية يا شباب وبتيجي كتير في الاسئلة منها. الفلاديا ورم دي يا شباب عايشة في التروبيكال ريجون اوف اسيا كونتيننت. الفلاديا ورم دي لما بتسيب الهيومن وتيجي الفيميل تعمل لينج للايج بتعيش في الليمفاتيك فيسلز والبلاد فيسلز. فاللارفا بتاعت الفلاديا لما يحصل هاتشنج للايج بتاعتها وتطلع كمية كبيرة منها ممكن تعمل اوبستراكشن للليمف فيسل اللي موجود في الريجون ده في الجسم, وليكن هي حصلت في الرجل دي فحصل obstruction في الليمف بيسل اللي موجودة في الرجل دي فيؤدي الى ايه stagnation ركود الفلويدز في الرجل دي والرجل تطفن بالطريقة اللي انتوا شايفينها دي فبنسمي المرض ده elephantiasis disease. اوكي بيعملوا الفيلاريا وورم. اوكي يا شباب يبقى enriched information كده فيلاريا وورم دي موجودة في التروبيكال ريجون اوف اسيا كونتيننت زي parasites the human blood and lymphatic vessels causing elephantiasis disease. ازاي بقى الكلام ده بيحصل؟ ان الفيميل فيلاريا ليه هيوج نمبر اوف اكس, الفيميل بتحط عدد كبير من الاكس بتاعتها تمام. اند مايكرو فيلاريا الفيلاريا الصغيره لاربي اللارفا بتاعت المايكرو فيلاريا اللي هي اليرقات بتاعت المايكرو فيلاريا دي هاتش فروم ايت اند ترانسميتد تو هيومن باي بايتنج انسكت بعضه الانسكت كده من لي موسكيتو. ان كيز اوف هيفي انفكشن لو العدوى دي كبيره وعملت كومبليت اوبستراكشن للليمف فيسل كده اهو ورم مي بي كام نيوميرس اند اوبستراكت ذا فلو اوف فلويد ثرو ذا ليمفاتيك فيسلز causing the swelling of infected body parts زي ما انتوا شايفين. therefore this disease is called elephantiasis disease. طب سؤال كده عشان check our understanding choose the correct answer. sponge and plasmidium share each other in all of the following except. طيب تعالوا نشوف بقى كل واحدة كده صح ولا غلط. the inability to move السبونج ايوه ما بيتحركش والبلازموديوم برضو لو احنا فاكرين قلنا ده immobile صح كده تمام. being heterotrophic ده heterotrophic ده parasitic والسبونج ما عندوش اصلا جرين بلاستيد عشان هو تبع الانيمال كينجدم فالكلام ده صح وانا عايز اكسبت ايه تمام. ريبروديوس سيكسوالي اند اسيكسوالي البلازموديوم بتاع الملاريا ريبروديوس دي سيكسوالي اند اسيكسوالي في الموسكيتو سيكسوالي بالجاميت واسيكسوالي بالسبورز والريبروديوس وريبروديوس اسيكسوالي برضه فين في الهيومن باي شيزوجيني. السبونج ريبروديوس سيكسوالي الحقيقه هو هيرمافرودايت وبرضه ريبروديوس اسيكسوالي باي ريجينريشن اند باي بادنج يبقى الكلام ده صح برضه. طيب ذا كومبلكس ديجري اوف ذا بادي ايوه ده سيمبل ليفنج اورجانيزم ده يوني سيلولار ده بروتيست ها انما السبونج ده كومبليكيتد ليفنج اورجانيزم ده في اول فيلا في انيمال كينجدم يبقى هم مختلفين في الكومبلكس ديجري اوف ذا بادي تمام. نخش في اخر فيلا في فيلم الورمز هم الانيليدا فيلم انيليدا دي فيلم رقم 5 في الانيمال كينجدم اللي بنسميها رينج وورم او سيجمنتد وورم. الاكزامبل اللي عندي هم الاثنين دول الارث وورم
فورم دودة الأرض اللي كلنا بنستخدمها كطعم كده واحنا بنصطاد السمك، والليتش هو ده الليتش يا شباب. طيب المود اوف ليفنج هنا بقى، أنا بقيت إيه؟ بقيت أدفانسد وورم دلوقتي، فبقول لك ذا ماجورتي آر فري ليفنج، وحتى منهم البارازيتك هيبقى إكسترنال بارازايت، إنما اللي فاتوا كان إنترنال بارازايت، لازم يعيشوا ويعتمدوا على إيه؟ على جوه الليفنج أورجانيزم الهوست بتاعهم، يموتوا لو خرجوا بره الهوست. فبقول لك المود اوف ليفنج بتاع الفيلم أنيليدا ذا ماجورتي آر فري ليفنج، فين؟ في السي والفريش ووتر والماضي، يعني أي حتة كده فيها ووتر والماضي السويل، أند فيوز أوف ذيم آر بارازيتك، وحتى لما يبقوا بارازيتك بيبقوا إكسترنال بارازايت. البادي إت إز أسيمتريك، مفيش كده أكسس أوف سيمتري ليهم، إت إز ديفايدد إنتو رينج أو سيجمنت زي ما أنتوا شايفين، تحسوا إن في رينجز كده، بصوا هنا في رينجز أهو، وهنا كده برضو في رينجز أهو، عشان كده سميتها رينج وورمز، أوكي يا شباب؟ يبقى إت إز ديفايدد إنتو رينج أو سيجمنت. عندهم بقى ستراكشر رهيب جدا ربنا متعهم بيه، ستراكشر كده مدفون تحت السكن كده في اللور سيرفيس بتاعهم اسمه شيتي، هو شيتي دي عباره عن سباين لايك ستراكشر ذات از بيورايد ان ذا سكن اوف موست وورم، ليه؟ تو هيلب ذم ان موفمنت. تلاقي الشيتي دي عباره عن سباين لايك ستراكشر كده موجود في اللور سيرفيس بتاعهم، عشان بيه كده يقدروا يثبتوا نفسهم في السويل ويتحركوا كده ببريستالتيك موفمنت، حركه كده رهيبه، اكيد اكيد يعني شفتوها في اي مثلا برنامج تلفزيوني عن عالم الحيوان، شفتوها في الارض وهي ماشيه، الايرث وورم الناس اللي بتصطاد سمك عارفاها كويس جدا، اوكي؟ السكس سم اوف ذيم ار يونيسكسوال، وكمان منهم شويه هيرمافرودايت، ولكن معظمهم يونيسكسوال، تمام؟ الليتش دي يا شباب تعتبر اكسترنال بارازايت، والايرث وورم اللي هي ضد الارض عايشه اصلا في الايه؟ في الارض، وبتعمل تانلز كده وكانالز في الارض، فبتزود السويل فيرتيليتي، اوكي؟ اهي الايرث وورم كده ويتش ليف ان sites the soil in burrows في انفاق كده where they irrigate the soil and increase the soil fertility، تمام يا شباب؟ طيب for illustration only، بس معلومات اضافيه كده عن الليتش وورم، دي تعتبر external parasite يا شباب، لونها اسود كده وبتعيش في الميه، فاللي بينزل يعوم في الترع والمصارف والحاجات دي تلاقي الليتش دي ممكن لزقت على جسمه من بره كده، كي هي اكسترنال بارازايت اصلا. طب بس احنا لقينا بقى الليتش دي بتطلع سلايفا ليها استخدامات طبيه خطيره، منها هو بقول لك ايه بقى الميديكال امبورتنس اوف ليتش وورم، بقول لك ميني ميديكال سبستنس ار اكستراكتد فروم السلايفا بتاعت الليتش وورم، ساتش از ايه بقى؟ ساتش از هيرودين سبستنس ويتش از يوزد ان ميكينج انتي كواجولانت دراج، بنعمل منها الادويه المضاده للتجلط، اند ان ذا تريتمنت اوف ذا ميدل اير انفلاميشن والتهابات الاذن الوسطى. طيب بنستخدم او بيطلع منها فازو دايليتور سبستنس، بستخدمها عشان اعمل ايه؟ وايدرنج للبلاد فيسل كده عشان اعالج مرض الهايبرتنشن، ارتفاع ضغط الدم، اوكي؟ فبنستخدم او بيطلع منها فازو دايليتور سبستنس ويتش يوز تو وايدن ذا بلاد فيسل، عشان اعمل ايه؟ يعني اخلي ضغط الدم بدل ما هو عالي ماشي في بلاد فيسل ضيق، اخلي البلاد فيسل واسع فاقلل البلاد بريشر ده، وبالتالي اعالج المرضى اللي عندهم هايبرتنشن. ات بينفيتس ان بلاد ديستريبيوشن ويز هاي افشنسي during batching operation after elimination of breast cancer او breast tumor. الستات اللي بيبقى عندهم breast tumor ويروحوا يعملوا عمليه ويشيلوا فيهم البريست، بيبقى في مشاكل في البلاد سبلاي اللي رايح للمنطقه دي بعد كده، فبنستخرج من السلايفا بتاعت الليتش ميديكال سبستنس، بتعمل ايه؟ بتعمل امبروف يعني او تحسن في البلاد ديستريبيوشن with high efficiency للمنطقه اللي كان فيها البريست كانسر اللي اتشال. اوكي تعالوا نعمل كده براكتيكال اكتيفيتي عشان نفحص كده الايرث وورم تو نو كاركترستيك فيتشر اوف ذا رينج وورم، ونشوف ان البادي بتاعها عباره عن سيجمنت، ونشوف ان في كايتي او شايتي كده بيورايد اندر ايه او في اللور سيرفيس اوف سكن بيورايد اندر سكن. اوكي اليوزد ماتيريال، هات لي ايرث وورم ان كونتينر اوف دامب سويل، شويه صان دامب سويل كده فيها الايرث وورم، وهات لي اولد نيوز بيبر ورقه جورنال قديمه كده عشان نشوف لما تمشي عليها هتمشي ازاي، وهنسمع صوت الخروشه بتاع المشي ده ازاي، فورسبس ماجنيفاينج لينس عشان تفحص بصوره احسن يعني، بلاستيك رولر عشان نقيس اللينس بتاعها. فاعمل ايه بقى كده؟ وتعالى نعمل البروسيدور والاوبزرفيشن مع بعض. حط الورم كده
اللي هي طبعا الايرث وورم اوفر ذا اولد نيوز بيبر، فوق الورقه دي، اند ديسكرايب اتس اكسترنال شيب، وميجر اللينس بتاعها كده بالرولر. هتلاقي الاكسترنال شيب عباره عن ميني رينجز كده، هي عباره البادي بتاعها سيجمنتد او في رينجز كتيره كده، ونشوف اللينس بتاعها بالرولر كده، هتلاقي حوالي 12 سنتيمتر. اوكي، يبقى الورمز بادي از ديفايدد انتو رينج او سيجمنت اند هاز ا سين مويست سكن ذات كونتين شاي تي، اللي هي سباين لايك ستراكشر كده، and at its ventral side في الناحية اللي تحت منها. اوكي تمام، او في الناحية ناحية البطن يعني، ventral side اللي هي بنعتبرها ناحية البطن يعني. طيب، ولقينا اللينس بتاعها بالمسطرة حوالي 12 سنتيمتر اتريست، لانها لما بتعمل موفمنت ممكن تقصر وتطول عن كده. طيب اعمل ايه بقى؟ ليتس ايه ذا ورم موف كده اند ديسكرايب الموفمنت بتاعتها. هتلاقيها ات موف باي كونتراكشن اند ريلاكسيشن اوف اكس بودي سيجمنت، وبتثبت نفسها بالشيتي بتاعتها. اوكي تمام، واتش ذا بودي اوف ذا ورم كده هو ان موفينج اند اكسبلين هاو زير اكسترنال ستراكشر الاو ذم تو موف. بقول لك اهو، هتلاقي ايه؟ هتلاقي وهم موفينج كده بيعملوا ايه؟ ذا ورم ادهير تايدلي تو ذا سيرفيس بتاع نيوز بيبر، ما انت حاططها على ورقه الجورنال بقى، هو وير ات بليزد اون باي ذا هيلب اوف شاي تي كده ذات ار بيورايد اون ذا فنترال سايد اوف اتس بودي. طيب try to hear كده او try hearing the sound that is produced from the movement of the worm كده over the newspaper. هتلاقي صوت الخروشة بتاع المشي ده واضح اهو. We hear the sound due to the friction of shaiti with the surface of newspaper. طيب catch the worm كده وافحص بقى الشيتي بتاعتها دي and press by your finger on the ventral surface كده from the back to front. هتلاقي ايه؟ هتلاقي في roughness كده due to presence of shaiti under skin. طيب تعالوا نشوف سؤالين كده مع بعض. لا الاول نقول الكونكلوجن. الكونكلوجن بتاع الاكتيفيتي اللي فات ان الاكسترنال فيتشر اوف ذا ايرث وورم ان البادي بتاعها ديفايدد انتو رينج او سيجمنت، وان البادي هاز شاي تي ويتش ار بيورايد ان ذا سكن ات ذا فنترال سايد تو هيلب ذم ان موف. طب تيست يور سيلف، ايه الاورجانيزم اكس ده؟ شباب الاورجانيزم اكس ده اسكارز وورم، الاورجانيزم واي ده ايه؟ ده ايرث وورم بادي سيجمنت ده زي ما انتم شايفين. طيب choose the correct answer. The living organism X and the living organism Y belong to the same kingdom. هم الاثنين في kingdom Animalia. الكلاس، طب قبل الكلاس هم في فيلم مختلف اصلا، وبالتالي الفيلم ده فيلم ده فيلم انيليدا وده فيلم نيماتودا، فبالتالي هم مختلفين في الفيلم ومختلفين في الكلاس والاوردر، هم مش متشابهين غير في حاجه واحده في الكينجدم، الاثنين تبع kingdom Animalia. يعني يا شباب نتكلم بعد كده على فيلم ارثروبودا، والحقيقه دي فيها فور كلاسز هنقسمهم في جدول دلوقتي. البادي ات از باي لاترال سيمتريكال، في خط كده بيقسم البادي لتو سيمتريكال هارتس. اوكي هنلاقي ايه بقى الحاجه اللي بتميز الارثروبودز دي؟ هنلاقي ان البادي بتاعها ديفايدد انتو نمبر اوف سيجمنت، كل حته كده ليها ايه السيجمنت، البادي بتاعهم عباره عن كذا سيجمنت. which carry many pairs of appendage، هتلاقي كل سيجمنت فيها كذا بير اوف appendage، عددهم بيختلف بقى من كلاس لكلاس. الابندج دي ار ديفايدد انتو سيفرال جوينتد بيز، بتستخدم في سيفرال بيربوسز، في اغراض مختلفه، منهم من يتحول الى انتنا، منهم من يتحول الى وينج سوري، منهم من يتحول الى ليج. اتفقنا يا شباب؟ بيعملوا different function. It is divided into several regions that are covered by حاجة مميزة ليهم ان عندهم exoskeleton. شوفوا يا جماعة الشريمب كده، الجمبري او البراون، شريمب او البراون ده هو الجمبري، الجمبري ليه exoskeleton. شوفوا الفلاي، الانسكت، الموسكيتو، كل دول يا شباب هتلاقي عندهم exoskeleton. طيب فيلم ارثروبودا are classified into four classes. ايه هم بقى؟ واكوردنج تو ايه؟ اكوردنج تو الابندج اللي طلعت ليهم دي والليجز بتاعتهم. هنشوف بقى according to ايه، او according او قسمناهم لايه according to الابندجي دي. قسمناهم لفور كلاسز. مين هم الفور كلاسز دول؟ كلاس كراستيشيا، وكلاس اراكنيدا، وكلاس انسكتا، وكلاس ميوريا بودز. تعالوا نشوف البادي ريجونز هنا عامله ازاي. لازم تلاقي البادي سيجمنتد اهو. ذا بادي كونسيست اوف تو ريجون. ايه هم التو ريجون؟ سيفالو سوركس، يعني الهيد والسوركس مع بعض كده، هم ملحومين في بعض كده، اسمهم سيفالو سوركس وابدومن. ادي البادي بتاعهم بيتكون من تو ريجون، سيفالو سوركس وابدومن. افتكروا شكل الجمبري وانت تعرفوا اللي انا بقول عليه. تمام كده، it is covered with، افتكروا شكل الجمبري ها، كيوتينيوس كيوتيكل، فيهم قشره من بره كده بنقشرها.
تمام كده. طيب كلاس اراكنيدا البادي كونسيست اوف تو ريجون، هم نفس التو ريجون دول، سيفالوسوركس وايه وابدومن. البادي هنا بيتكون في كلاس انسكتا من 3 ريجون ويتش ار الهيد والسوركس والابدومين. الهيد كده مفيش نك، الهيد كده يعني ايه مزروعه كده فوق السوركس وتحت السوركس ابدومين. هنا بقى البادي بيتكون من تو ريجن ولكن مختلفين عن دول، الهيد لوحديها وبقيه الجسم كله مع بعضه فبنسميه ترانك، مفيش سوركس وابدومين واضحين، السوركس والابدومين على بعض بنسميه ترانك، الجزع باللغه العربيه، مفيش صدر ولا بطن، في ترانك يا شباب. ذات از كومبوزد اوف سيفرال سيجمنت. طيب زي هاف بقى، تعالوا نشوف الابندج اللي انت قلت عليها، مش بتقول لي نرجع كده، مش انت بتقول لي فيها نمبر اوف سيجمنت ويتش كاري ميني بيرز اوف ابندج ذات ار ديفايدد انتو سيفرال جوينتد بيس. طب ما تيجي نشوف الابندج دي عباره عن ايه في كل كلاس فيهم. في كلاس كراستيشيا هنلاقي عندهم ميني جوينتد ابندج ذات ار موديفايد انتو ديفرنت فورمز تو بيرفورم فيريس فانكشن، هنلاقي عندهم جوينتد ابندج عامله تو انتنا، جوينتد ابندج عامله ليجز، جوينتد ابندج عامله تيلز. طب نشوف في كلاس اراكنيدا وكلاس انسكتا عشان دول في بينهم فرق مميز جدا، ان في كلاس اراكنيدا عندهم 4 بيرز اوف جوينتد ليج زي السبايدر والسكوربيون يا شباب، وعندهم ال6 سيبريتد يعني يونيسيكسوال. يعني في كلاس اراكنيدا الحاجه المميزه ليهم ان هم عندهم في 4 بيرز اوف جوينتد ليجز، انما في كلاس انسكتا بنلاقي عندهم 3 بيرز اوف jointed legs، وبنلاقي عندهم appendage تانية في بعضهم، فبقول لك some types كده have two pairs of wings، عندهم 4 wings هم، مين دول؟ زي البترفلاي والدراجونفلاي. هلاقي انواع تانية عندها one pair of wings بس، عندها جناحين اتنين هم، اللي هم مين؟ الهاوس فلاي والموسكيت والذبابة والناموسة. هلاقي بعضهم wingless، اوكي يعني ما عندهمش wing خالص، زي مين؟ زي الان، ولكن كلهم عندهم 3 بيرز اوف جوينتد ليج. كلاس ميوريا بودز بنسميها بالعربي يا شباب متعدده الاقدام، زي السكولوباندرا اللي هي ام 44 والجوليوس اللي هي ذات الالف قدم، يعني عندهم ارجل كتيره، فبقول لك زي هاف ميني ووكينج ليجز، عدد كتير من الووكينج ليجز. نكمل الفروقات بين الفور كلاسز يا شباب ونشوف مثلا الاي، شكل الاي عامل ازاي في الفور كلاسز. في الكراستيشيا عندهم كومباوند اي، في الاراكنيدا عندهم سيمبل اي، في الانسكتا عندهم كومباوند اي، بقول لك زي هاف وان بير اوف كومباوند اي، وكمان عندهم بير اوف انتنا. طب عايزين نعرف يا شباب ايه الفرق بين السيمبل اي اللي عند الاراكنيدا والكومباوند اي اللي عند الكراستيشيا والانسكتا، وهنا مفيش معلومه عن الميوريا. سيمبل اي يا شباب زي الهيومن بينج كده، عندنا الاي بتاعتنا فيها وان لينس اونلي، انما كومباوند اي الاي هنا بيبقى فيها ميني لينسز او مالتيبل لينسز، فيها عدسات كتير، كل عدسه مسؤوله انها تاخد ايمج معينه، فبالتالي الصوره اللي بتتكون على الريتنا بتاعت الاي اللي فيها كومباوند اي دي بتبقى عباره عن ايه؟ صوره فيها كذا دايمنشن، حاجه كده زي ال 3 دي، بنسميها ستيريوسكوبيك ايمج، يعني صوره ليها كذا دايمنشن، اوكي؟ صوره مجسمه كده، اوكي يا شباب؟ طيب الكراستيشيان انتوا عارفين زي البراون والكراب واللوبستر، اللوبستر دي اللي هي استاكوزا والكراب دي اللي هي الكابوريا اللي هي بنسميها سي كانسر كده، البراون. انتوا عارفين ان الليفنج اورجانيزم دول بيعيشوا في الميه، فادام بيعيشوا في الميه هيعملوا ريسبيريشن باي ايه؟ باي جيلز، انما الثلاثه كلاسز دول بيعيشوا اون لاند، فبالتالي بيتنفسوا بحاجه كده زي اللنج، بس لنج صغيره طبعا، فبنسميها لنج بوكس او تراكيوز، اوكي؟ يبقى الكراستيشيا زي بريز باي جيلز عشان عايشين في الووتر، انما الاراكنيدا والانسكتا والميوريا بود زي بريز باي تراكيوز او لنج بوكس. مين الاكزامبل اللي عندي؟ قلنا الكراستيشيا دي بيسموها بالعربي القشريات، اللي هو البراون او الشريمب ده اللي هو الجمبري، لوبستر دي اللي هي الاستاكوزا، كراب ده اللي هو الكابوريا، ليها اسم تاني سي كانسر، سرطان البحر. طيب مين الاكزامبل بتاع الاراكنيدا اللي اهم حاجه مميزه ليهم ان عندهم 4 بيرز اوف جوينتد ليج، عدوا معايا كده 1 2 3 4 ادي السبايدر، السكوربيون ممكن ما يكونوش الفور واضحين هنا بس ادي 1 2 3
2 3 الفور مش واضحه بس عنده 4 بيرز اوف جوينت بلين. يبقى مين الاكزامبل اوف اراكنيدا؟ السبايدر والسكوربيون. مين الاكزامبل بتاع الكلاس انسكت اللي عندهم 3 بيرز اوف جوينت ليج وساعات نلاقي عندهم 2 بيرز اوف وينج وساعات نلاقي عندهم 1 بير اوف وينج وساعات نلاقيهم وينج زي الانت كده. مين اشهر الاكزامبل؟ الموسكيتو والفلايز والكوكراشز الصراصير والبيز النحل واللوكاست الجراد والموسس بيسموها بيقول ايه والدراجون فلاي الدبور والانس ده اللي هو النمل. تمام يا شباب. الاكزامبل اللي عندي في الميوريا بودز سكولو باندرا اللي هي ام 44 وفي اكزامبل تاني اسمه جولياس بيسموها ذات الف قدم. اوكي يا شباب معلومة إضافية كده لينا، إيه الفرق بين السيمبل والكومباوند أي؟ آدي الكومباوند أي يا شباب بيبقى فيها لينسز كتيرة جدا، بيقول لك السيمبل أي هي هاز وان لينس أونلي عدسة واحدة، إنما الكومباوند أي كونسيست أوف لارج نمبر أوف سيباريتد لينس عدسات مختلفة كل واحدة بتاخد فيهم إيمج لوحده، ويتش ورك توجذر العدسات المختلفة دي بقى تو فورم أستيريوسكوبيك إيمج، صورة بنسميها أستيريوسكوبيك كده أوف ذا أوبجيكت، وير إتش لينس بيك أ ديفرنت بارت أوف ذا اوبجكت، كل لينس بتاخد حته معينه من الاوبجكت تعمل له صوره. ذا نمبر والسيرفيس اريا اند ذا شيب اوف ذيس لينسز ديفر اكوردنج تو سبيشيز، يروحوا للبرين بقى الديفرنت بارتس من الايمج دي بالستيريوسكوبيك ايمج اللي احنا خدناها والبرين يجمعهم مع بعض ويعمل لك ستيريوسكوبيك ايمج. اوكي يا شباب. طب سؤال كده بسيط نشوف كده اور اندرستاندينج تشوز ذا كوريكت انسر. دي طبعا الليتش يا شباب. Which of the following is applied to the opposite figure? دي اللي تشير شباب. Its body has head ولا its body is bilateral symmetrical ولا it is free أو live freely يعني free living organism ولا it is parasitic animal. كلنا عارفين ان الليتش دي act as external parasite. دي بقى هي parasitic animal. تمام يا شباب. طيب نخش على الفيلم نمبر 7 فيلم مولاسكا. فيلم مولاسكا اسمها بالعربي على فكره مولاسكا. اوكي الاكزامبل اللي عندي اشهر اكزامبل ليهم الاكتوبس الاخطبوط والديزرد سنيل بيسموه بالعربي الحلزون والاويستر بيسموه بالعربي المحار. طيب تعالوا بقى نشوف هما الحقيقه يعني 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 الفيلا دي مفيش كومن كاركترستيك جمعاهم. اوكي ولكن هنشوف مثلا هنشوف ان هما مختلفين. مود اوف ليفنج ذا ماجوريتي ليف ان سولت ووتر، الاكتوبوس ده بيعيش في السولت ووتر. سام ليف ان فريش ووتر، الاويستر ده بيعيش في الفريش ووتر. اند فيو ليف ان ساند، الديزرت سنيل ده بيعيش في الساند اسمه ديزرت او عايش في الايه في اللاند. تمام كده يا شباب. البادي ساعات هنلاقيه سوفت بادي وساعات هنلاقي عليه كالكولاس تشيل وممكن نلاقي الكالكولاس تشيل دي انترنالي زي في الاوكتوبس وهنا في كالكولاس تشيل وساعات نلاقيها ابسنت. فهو الحقيقه يعني ايه الفيلم كده ما فيش حاجه كده مميزه ليه يعني. اوكي يبقى بقول لك ات هاز كالكولاس تشيل. تمام كده ماشي موافق على الكل بقى. لا هو اتش مي بي اكسترنال اور انترنال، هي هنا اكسترنال وهنا انترنال وكمان ممكن ابسنت ممكن ما تكونش موجوده وممكن تكون ريديوس صغيره. فواضح ان في فاريشن كبيره في الفيلم دي. It is unsegmented and has a muscular part used in locomotion called feet. تعالى بصوا هنا الكلام انا قلت مش على الكل يعني. It is unsegmented مفيش segments معينه واضحه. اوكي تمام. هنا مفيش سيجمنت واضح فور اكزامبل. طيب في بعض الليفنج اورجانيزم منهم هنلاقي في ماسكولار بارت اهي تعتبر كايه كفود فور موفمنت اهي تعتبر كفود يوزد فور ايه فور لوكوموشن. طيب ات هاز ويل ديفلوبد هيد، الحقيقه برضو الكلام مش عليهم كلهم. هنا مثلا في الاوكتوبس عنده ويل ديفلوبد هيد وكاري سنس اورجان، ممكن تلاقي عنده اي ممكن تلاقي عنده ماوس ممكن تلاقي عنده نوز. اند ات مي بي ابسنت ان سام سبيشيز، اهو مفيش هنا هيد. فانا بقول لك الكلام ايه مش على الكل يعني. طيب it has an organ برضو مش في كل السبيشيز similar to tongue بالذات في الاوكتوبس عنده organ كده زي ما يكون tongue عليه الموست مولوسكس عليه روز اوف تيز عليه صفوف كده من التيز بيستخدمها فور فيدنج. طبعا اسمها ايه الاورجان ده ما اسموش tongue طبعا اسمه راديولا. الراديولا ده حاجه زي التانج كده بيطلع من الماوس عليه روز كده اوف تيز سنان كده بيستخدمه الليفنج اورجانيزم ده فور ايه فور فيدنج عشان ياكل بيه. اسمه ايه الاستراكشر اللي انا عمال اتكلم عليه ده اسمه ريديولا. طيب احنا بما اننا تقدمنا كده في الفيلم رقم 7 دلوقتي فاحنا الماجوريتي بتاعتنا ار يوني سيكسوال وقليل مننا جدا اللي هيرما فرودايت. طيب تيست يور سيلف كده تشوز ذا كوريكت انسر. ده مين ده؟ عده كده عنده كام بير اوف جوينتد ليج؟ 1 2 3 4 يبقى ده اراكنيد او ده اللي ايه يا شباب ده اللي ايه السبايدر.
تمام. all the following feature proves that this animal belong to class arachnida. ده تبع الاراكنيده مش الانسكت. except the segmented legs, the method of respiration, the body division, ولا the type of eyes. طب انا عارف كده من المعلومات اللي انا لسه دارسها ان الاراكنيدا عندهم سيمبل اي والانسكتا عندهم كومباوند اي، فاكيد كل الحاجات التانية دي متشابهه ما عدا التايب اي. فالاجابه دي عايز بس معاك واتاكد ان اي وبي وسي دول سيميلر في الاراكنيدا والانسكتا. طيب هل السيجمنتد ليكس ديفرنس بين اراكنيدا وانسكتا؟ ما انا عارف ان الاراكنيدا والانسكتا او الفيلم بتاع الارثروبودا كلها تتميز بانها ليها سيجمنتد ابندج ومنها السيجمنتد ليكس. هو الفرق بينهم بس ان دي عندها 4 بيرز ودي عندها 3 بيرز، ولكن الاختيار ايه ده مش فرق بينهم. طيب ده سيميلر هما الاثنين في الاختيار ايه. طب ذا ميثود اوف ريسبيريشن، هما الحقيقه الاثنين ريسبيريت باي لانج بوكس او تراكيولز، فهم سيميلر في اختيار بي ده، فبالتالي مش هختاره. ذا بودي ديفيجن، ما احنا عارفين ان كل الفيلم بتاعه الارثروبودا البودي فيها متقسم لميني بارتس كده وميني ديفيجن، وكل ديفيجن في ميني ابندج والابندج جوينتد، فبالتالي الإجابة الوحيدة اللي صح هي دي. نخش في فيلم رقم 8 اللي هنختم بيه هذا الليسون، ويتفضل لنا فيلم كورداتا، دي آخر واحدة اللي هناخدها في ليسون منفصل. نتكلم على فيلم إيكينو درماتا، بالعربي الشوكيات. عندهم شوكة، هو شايفين السيور شين عامل إزاي، والسي ستار حط إيدك عليه كده هتحس إن فيه سباينز كده، ها، أو شوك كده، تمام كده. والسي كيوكمبر خيار البحر، حط إيدك كده هتلاقي عليه سباين. والحقيقة برضو الفيلة دي كده هتلاقيها، أو الفيلم دي هتلاقيها كده برضو فيها فاريشن كبير. طيب تعال نشوف البادي. بقول لك البادي مي بي راوند زي السي اورشين زي ما احنا شايفين، ممكن يكون سيلندريكال زي السي كيوكمبر كده زي ما احنا شايفين، ممكن يكون ستار شيب زي في السي ستار كده زي ما احنا شايفين اهو، صح كده، يعني في اختلافات في شكل البادي بتاعهم. والسي ستار ده كمان ممكن يكون عنده ميني ارمز، تمام. طيب it is unsegmented and has hard endoskeleton، هتلاقي عندهم hard endoskeleton، سوري يا شباب معلش انا لفت الصفحه غلط، اوكي، هتلاقي عندهم هارد اندوسكيلتون، سكيلتون قوي داخلي، اوكي، هنا في سكيلتون قوي داخلي، وهتلاقي ان البادي انسجمنتد، مش لاقي، مش عارف اقول لك فين هيد، على فين سوركس، على فين ابدومن، مش قادر اقول لك، تمام كده. اتس سيرفيس هاز سباين في بعض الحالات زي السي اورشين كده، او ممكن يكون عنده كاركولاس بليت كده زي في حاله مين، زي في حاله السي ستار. طيب ات هاز سكر لايك تيوب او سكر لايك ستراكشر كده اسمها تيوب فيد، ده في السي كيوكمبر بس يا شباب، بيبقى عنده تحت، نرجع كده في السي كيوكمبر بيبقى عنده تحت حاجه كده بتعمل سكشن، فبيستخدمها فور موفمنت او فور لوكوموشن للحركه، اسمها ايه دي؟ اسمها تيوب فيت، هي سكر لايك تيوب كده بتشفط كده، فبتستخدم كايه؟ كتيوب فيت يمشي بيها. اللوكوموشن ممكن يتحركوا، نرجع كده، ممكن معلش ممكن نرجع كده، ده هيتحرك بايه؟ ده هيتحرك بالارمز بتاعته، ده هيتحرك بايه؟ هيتحرك بالسباينز بتاعته، ده هيتحرك بايه؟ هيتحرك بالتيوب فيد بتاعته، صح؟ يبقى اللوكوموشن كلهم بيتحركوا ولكن بديفرنت ويز، تمام كده؟ بيقول لك ايه؟ زي موف باي تيوب فيد اور باي سباينز اور باي ارم زي ما احنا شفنا، تمام؟ الاند، الحقيقه بقى كل الليفنج اورجانيزم يا شباب المفروض انا كهيومن بينج، بص لي كده هتلاقي ليا انتيريور سيرفيس كده وبوستيريور سيرفيس، هتلاقي ليا وش وظهر كده، انما هنا تقدر حد يقول لي مثلا فين الوش ده من ظهر ده؟ لا مفيش. فين وش ده من... فين الانتيريور فيس هنا من البوستيريور فيس؟ مفيش. ده وش وده ظهره؟ طيب لا مفيش، صح كده. فبقول لك الاند بتاعته ات هاز نو انتيريور اند ولا نو بوستيريور اند، ولكن بقى الماجوريتي هاف تو سيرفيس، يعني تو سايد، عنده تو سايد، معظمهم يعني عندهم تو سايد، السايد اللي فيه الماوس وده سميه اورال سيرفيس، والسايد او السيرفيس اللي ما فيهوش ماوس وده سميه ابورال سيرفيس. فبقول لك الماجوريتي كده هاف تو سايد او تو سيرفيس، السيرفيس او السايد اللي فيه الماوس اللي موجود فيه الماوس يعني هسميه اورال سيرفيس، والاوبوزيت سيرفيس اللي مش موجود فيه الماوس هسميه ابورال سيرفيس. السكس طبعا خلاص احنا في الفيلم اللي قبل الاخيره يعني، فاحنا طبعا مين سيكسوال. الريبرودكشن كلنا عارفين ان هم ريبروديوس سيكسوالي، بس حاجه زي سي ستار خدنا الكلام ده في المرحله الاعداديه، ريبروديوس اسيكسوالي باي ريجينريشن. طيب سؤال كده تو تشيك اور اندرستاندينج، فروم ذا كومن فيتشر بتوين سي كيوكمبر اند اوكتوبس، السي كيوكمبر ده من ايكينو درماتا والاوكتوبس ده من ايه؟ من الملاسكا. ازاي
سيجمنتد اند موفابل بودي. الحقيقه ده مش سيجمنتد وده كمان البودي بتاعه مش سيجمنتد. طب بريزنس اوف هارد اكزوسكيلتون، الحقيقه هنا في اندوسكيلتون اهو مش اكزوسكيلتون، تمام. هناك بقى في كالكوراسيل ممكن تكون موجوده وممكن تكون بره، فانا مش قادر اقول لك، مش قادر اختار هذا الاختيار. بريزنس اوف هيد، ما فيش هنا هيد ولا يحزنون، الهيد ممكن تكون في الايه في الـ في الـ في الاوكتوبس، انما ما فيش هيد هنا. ان سيجمنتد، ايوه هو البادي بتاع الاثنين ان سيجمنتد وموفابل بادي، ايوه الاوكتوبس عنده ماسكولار فوت فيت كده يعني ارجل كده عباره عن ماسلز، وهنا عندي ايه، عندي مثلا هو كان بيتكلم على مين، على السي كيوكمبر، عندي فيت تيوب، عندي فيت تيوبر كده او تيوب فيت، صح كده. فالاثنين موفابل بادي، فانا مضطر اختار الاجابه دي. اعتقد يا شباب ان احنا اجتهدنا مع بعض ان احنا نفهم الفروقات ما بين اول ايد فيلا في كينجدم انيماليا. ستادي ذيس ليسون مره واثنين وثلاثه عشان تثبت في اسمائنا اسماء الفيلم والاكزامبل بتاع الليفين اورجانيزم اللي في كل فيلم. المره الجايه ان شاء الله هنحل اسئله على اول ايد فيلا في كينجدم انيماليا، ويتفضل لنا الاسم الاخير اللي هناخد فيه كينجدم انيماليا فيلم كورداتا. اتمنى لكم التوفيق، الى ان نتقابل على خير، السلام عليكم.